السلام عليكم، هل تجوز الصلاة بعد شرب البيبسي؟ لا تستغرب السؤال، ستقام عليكم الحجة إذا لم توضحوا ذلك للمسلمين. لن أشرب بيبسي بعد اليوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. احذروا يا مسلمين، أرجوكم أن تنشروا هذا المقطع لأن الموضوع خطير جدا. هل تجوز الصلاة بعد شرب البيبسي؟ هل نجح الأمريكيون بالفعل في أن يضحكوا على 2 مليار مسلم وعربي وجعلوهم يشربوا طوال السنين مشروباتهم الغازية المصنعة من أمعاء الخنزير؟ سؤال يطرح نفسه بقوة ويحتاج إلى إجابة، حيث أن مجمع البحوث الإسلامية أرسل عينات من المياه الغازية المعروفة باسم البيبسي كوكاكولا لتحليل مادة البيبسين الأساسية في تركيبها لمعرفة تركيب تلك المياه الغازية. المرة الأولى التي أثير فيها الموضوع كان في الخمسينات حين تبنى الفتوى حزب مصر أحمد حسين الذي صرح بها حول تحريم البيبسي والكوكاكولا لاحتوائها على مادة البيبسين التي تستخرج من أمعاء الخنزير، وأدى ذلك إلى كساد اقتصادي هائل للشركة المنتجة وفرعها في مصر بعد إحجام الشعب عن الشراء. لكن الجديد هو طلب الدكتور مصطفى الشكعة رئيس لجنة المتابعة بالمجلس الأعلى للبحوث تحليل عينة من زجاجات البيبسي، ويقول الدكتور الشكعة أنه بغض النظر عن المطالبة بالمقاطعة للمنتجات الأمريكية والصهيونية، فإن الوقت قد حان لتحليل البيبسي في معامل خاصة ومتعددة مع ضمان سرية أسمائها حتى لا تتدخل يد الرشاوي والتسهيلات للعب بنتائج التحليل. وذكر الدكتور الشكعة أنه عاش في أمريكا 6 سنوات عرف خلالها أن مادة البيبسين تستخرج من أمعاء الخنزير لتساعد من يشربون المشروب على الهضم. ويقول أحد المصادر الذي رفض ذكر اسمه أن من يقول أننا نصنع البيبسي في بلادنا العربية وفي مصر دفاعا عن حقيقة زائفة هو بالتأكيد يخفي الحقيقة، لأن المادة المكونة لمشروب البيبسي تأتي إلى الدول المصنعة على شكل عجائن خاصة في براميل محكمة الغلق من بلد المنشأ، ولا يتم فتح هذه البراميل إلا عند توصيلها على خطوط الإنتاج بعد أن يتم ضخ المواد الأولية التي تحتويها هذه البراميل لتصل في النهاية بعد المعالجة اللازمة إلى الزجاجات التي تطرح في الأسواق وهي محكمة الغلق أيضا. وأستطيع أن أتحدى أي فرد يمكن أن يجزم بحقيقة المكونات الأساسية لمادة البيبسي. دعاية من شركة بيبسي توضح أن البيبسي يعد من لحوم وشحوم الخنزير، فلقد اعترفت شركة ريجلز لإنتاج العلك على استفسار مرسل من قبل دينيس يونغ من نفس الشركة للرد على أحد العملاء بخصوص احتواء علكة إكسترا وعلكة أبو سهم كما هو معروف في البلاد العربية على شحوم مستخرجة من الخنزير. ولنا أن نذكر أن أمعاء الخنزير التي يستخرج منها الملين الحيواني ومادة البيبسين التي تحتوي على العديد من المواد المسرطنة التي تساعد على انتشار سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والرحم والمرارة والثدي والبنكرياس. وإذا كان البيبسي هو المشروب المفضل لدى الكثيرين فإن الهنود استخدموه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تجب دعوتك. أكثر من 2 مليار مسلم يتناولون الخنزير وقد تكون أنت واحدا منهم. إن تحريم الإسلام لتناول لحم وشحم الخنزير يعد إعجازا علميا سابقا لعصره، فناهيك عن أن الحيوان يأكل النجاسات وأنه أكثر الحيوانات دياثة حيث يرى أنثاه تنكح أمامه ولا يتحرك ولا يغار، فأمعاؤه النجسة مواد تعمل على انتشار سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والرحم والمرارة والثدي والبنكرياس، وما خفي كان أعظم. إلى أي مدى تعد مواد البيبسي العالية التركيز ضارة؟ حيث تم رسم علامة المواد الحارقة على البرميل. ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم: من تعلم علما ولم يعلمه أحد لجم بلجام من نار يوم القيامة.